قال له باش الحواجب والله جاي ما كاينش شي لا لا جيت على عشرة لا على عشرة كان راسك كان ابو بالتالي على 9 ونص بك انا هنا حتى 9 ونص بك انا لا والله 11 لا انا 11 وربع وصلنا حواجب قلنا ترول هذه الحمد لله شابش الكل يتعرف كرسي يا عبد الحمد نقول لك بس الحواجز طولت بحدا يعني جنود الاحتلال غلبونا خربوا بيطلعوا الوقفين يتفضل استبدع عبد المجدون بس وتطلع الساعه لما تدخل على الثلاث ابواب بتاعت كندا يعني غلبونا كثير والله اقسم بالله غلبنا احنا جايين يعني فوق ال 250 الف شخص اللي دخلوا اليوم الاقصى هذا شوف القطرين صح؟ خالد كعك القدس كعك القدس يا عمي وياسكم كعك القدس بل عيد وعيد ناصر حلب لعبتوا بخير أربع مكتات مالتينة بعشر شيكل أربع مكتات مالتينة بعشرة أربع بعشرة مالتينة أربع بعشرة معدونة ركب الكونتينر يا حاج بس ب 20 كيلو هاي زي ما اخذ الحق الله احنا بابا تعال ورا بس بتصور بالشد بتصور اسحب المصارف تعال اسحب المصارف خذ قلبك خذ مين اسحب المصارف اخذ 10 عشرة
حلويات الدجاج أبو محلات حلويات القدس. Thank you.